النادي أولمبيك أسفي قبل انتقاله للبطولة اليونانية. ملعبش كتير في اليونان. ضربة تساوية هشام العروي. هشام يلعب كورتو، تدخل الحارس أحمد رضا. أحمد رضا عكس نجمه بسرعة وانطلاق للميدان عبر كازادي كاسينغو. مشى كازادي، هرب كازادي، كازادي في منطقة الجزاء. كاسينغو ممتاز، كاسينغو هذه إمكانية كرة تسدد. هدف أول في المباراة، هدف أول من قدم مترجي وصنع من قدم الكونغولي كازادي كاسينغو. كازادي كاسينغو لم يوفق في التهديف، يكون في الاسيست، يكون في صناعه اللعب. لاعب كعب عالي ابن كينشاسا الموهوب كازادي كاسينغو، لموهوب اخر اسمه زويل مترجي. هدف يدرس، هدف في صناعه الدفاع الكونغولي كازادي كاسينغو. ندرس نجم مباراه ممتازه جدا، لعبه كره نرمي كره عند الحارس بكي عكس نجم بسرعه قبل الدرس نجم بالضبط. لعبه كازادي كاسينغو، كازادي كان عنده بعض الضغط مر الكورتو ما كانش امام زوير الا انه يوضع في مرمى الحارس محمد عقيد. هدف اول في المباراه، 1-0 للوداد. من قدم زوير مترجي هدف يخلينا نشوفوا مباراه مختلفه شكلا ومضمونا عن الربع ساعه الاولى اللي عشناها. ما كانش فيها فرص كثيره، فرصه ثانيه فقط ريا. كرة من هشام العروي في منطقة الجزاء، إبراهيم البحراوي سجل هدف أول في المباراة. اتلعبت له كرة في القيم الأول، خلاه لوحده إبراهيم ينجح في تسجيل هدف. هدف الفريق يوفق في تسجيل هدف، هدف وي هدف، وسعادة وي سعادة لآلاف العشاق والمتيمين بحب الزرقاء. سريع واتسم 1-1 يا سادة. تتغير نتيجة المباراة في النصف ساعة الأخير من هذه المواجهة، نصف ساعة وتنتهي المباراة. قلت لكم أنه سريع واتسم يساعد السيطرة ويساعد تحكمه في هذه المباراة. كرة من قدم هشام العروي، العروي لعب في القائم الأول لإبراهيم لوحده من دون رقابة. لو لاعب واحد من الوداد معاه خلاه لوحده عاقبه وسجل هدف. وقت مناسب من هذه المباراة تصبح النتيجة هدف لهدف. هدف التعادل الذي سيشعل المباراة يخلينا نشوف مباراة أفضل من حقتين في منطقة الجزاء. ضربة جزاء للوداد، ضربة جزاء للوداد في وقت صعب، وقت قاسي جدا بالنسبة لهذه المواجهة. الوداد في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع يتحصل على ضربة جزاء. مراد حيفور لم يكن يتوقع أنه سيرتكب خطأ مثل هذا، اليد ممدودة والقانون واضح. هذه كرة ما تخليناش نقولوا لا، نترك الحكم للحكم وللسادة المشاهدين. اللي واضح واحد واضح، لكن اللي فيه الجدل صعيب أننا نعطيه في حكم. هذه كرة يد ممدودة في القانون، ضربة جزاء لمصلحة الوداد في وقت صعب من هذه المباراة. الوداد وفرصة سانحة، وحصر وإن حصر المنير شميل صورة المباراة. يحيى جبران أمام محمد عقيد، جبران ودادية، كرة للوداد يسدد يحيى. من قدم يحيى جبران الاحتفالية، الاحتفالية النادرة في مدرجات الملعب البلدي في مدينة واتسم. المنتصرون في قمة سعادة بهدف ياتي في وقت صعب. ضمن أن هذا انتصار من أهم انتصارات الوداد في البطولة. هدف جاء بأي طريقة في أي ظرفية. سريع واتسم قدم واحدة من أجمل مبارياته في البطولة الوطنية، لكن قلت لكم حذاري من الأخطاء الفردية، حذاري من الأخطاء الفردية. قلتها وعودتها وكررتها، لأنه لا الوداد ولا سريع واتسم ما كانتش المباراة تنتهي بطرف منتصر، والطرف منتصر لو ما كانش خطأ فردية بالنظر لتقارب المستوى. يحيى جبران يسجل هدف الانتصار، انتصار يؤكد زعامة الوداد للبطولة الوطنية.